يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أسافر إلى قريتي أكون هناك بفضل الله أفضل الموجودين في المسجد في قراءة القرآن، وأهل هذه القرية يحبون أن أصلي بهم، لكني أتهيب الموقف علما بأن الذي يصلي بهم ربما أخطأ في بعض الحركات، وهكذا يحصل لي في مساجد القرية، فهل علي إثم في هذا الفعل؟ أيش الفعل؟ التهيب، يقول التهيب وعدم الصلاة بهم. إذا كان المسجد فيه إمام فلا بد من إذن الإمام، إذا كان فيه إمام فلا بد من إذنه، لا تدخل عليه بدون إذنه. فإذا اختارك الإمام وأذن لك والجماعة راضون لك فهذا عمل طيب، أحسن إليه. نعم.